شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي توقيع عقدين بين الجهاز وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 160 مليون جنيه. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتي كبداية لتنفيذ خطة عمل الجهاز خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه العقود ستقوم بتمويل حوالي 6400 عميل بكافة المحافظات، ومضيفا أن الجهاز يسعى لإتاحة التمويلات اللازمة للشباب والمرأة للبدء في مشروعاتهم الخاصة. حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 عائدا بنسبة 70.53% بنهاية عام 2023، وهو الأعلى منذ عدة سنوات، مع ارتفاع عدد العملاء بأكثر من 30 ألف عميل خلال العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لحصاد البورصة المصرية خلال عام 2023. وخلال ذات العام كانت مؤشرات البورصة المصرية في الصدارة مقارنة بالعديد من المؤشرات العالمية والإقليمية، وسجل العائد التراكمي على مؤشر السوق الرئيسي خلال الخمس سنوات الماضية 91%. على جميع مقاييس حجم التعامل وقيمة التعامل وعدد العملاء وعدد العمليات، كلها حققت أرقام تاريخية وقيم تاريخية لم تحدث من قبل، وده بيؤكد على الثقة الكبيرة لجموع المواطنين في البورصة المصرية كأداة للاستثمار والادخار، خاصة فئة الشباب اللي بدأوا يتواجدوا في البورصة المصرية بصورة أفضل بكتير من السنوات السابقة. تحقيق قمم تاريخية بيعكس ثقة المواطن في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تقوم به الحكومة من تطوير وخطط تستهدف النمو الاقتصادي بطريقة أفضل. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بحوالي 1.33% لتبلغ 77 دولارا و22 سنتا للبرميل. كذلك قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 1.27% لتبلغ 71 دولارا و65 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.49% لتبلغ $2.57 سنتا للتر. وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.83% لتبلغ $2.69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مجدداً التزام الدول الأعضاء في المنظمة والتحالف الدول المنتجة من خارج المنظمة أوبك بلس التزامهما الكامل بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية من خلال المضي قدماً في إعلان التعاون المبرم بينهما في العاشر من ديسمبر 2016. وذكرت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أن الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في أوبك وأوبك بلس والمشاركة في إعلان التعاون واضحة وتكمن في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها السنوات الماضية بما في ذلك جائحة كورونا، فضلا عن ضمان استقرار أسعار النفط. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور. وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.93% وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التجديد النقدي. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر و44.22% على أساس سنوي.